متنافسة تبحث عن تقديم مستويات مميزة، فتحت البوابات لاندفاعة الجياد المستوردة عمر الأربع سنوات فأكثر التي لديها ثلاث انتصارات، فأقل متنافسة في هذا الشوط على مسافة الميل وربع الميل يبدأ الاندفاع بارتي سيزن من المسار الخارجي وواسع الطيف من المسار الداخلي يتقدم الآن، فيما بارتي سيزن المركز الثاني وأيضا ستار أوف وينز المركز الثالث الود للمركز الرابع، فيما يأتي أيضا للمركز الخامس فيريتاس من الخلف في المركز الخامس معادل الفريدي ربما يبحث عن المسار الداخلي مع هذه الانطلاقة وانطلاقة الميل وربع الميل. متابعين الكرام يأتي إذن التقدم لبارتي سيزون الآن مع أليكسس مورينو للمركز الأول ابن الفرعون الأمريكي بشعار الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز متقدما في هذا الشوط وبتمكن ما شاء الله تبارك الله من المسار الخارجي. كالكوليشن يحاول وأيضا هيسلود يحاول هو الآخر في المركز الثالث، بينما مين ستريت في المركز الرابع من المسار الخارجي وأيضا فيريتاس يحاول، بينما المحاولات القادمة من بقية الأسماء من ستار أوف وينز، بينما بارتي سيزون يتقدم بقوة ما شاء الله تبارك الله. بارتي سيزون الاسم الأقوى المرشح، الاسم الأبرز في هذا الشوط، بارتي سيزون ما شاء الله تبارك الله مع قدوم أيضا من هايند ستريت من المسار الخارجي، فيما بارتي سيزون بشعار الأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز يقدم مستوى مميز ونتيجة كبيرة يصادق على الانتصار الماضي، الانتصار الأول في سجل السباقي بارتي سيزون على خط النهاية. ألف مبروك للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز هذا الانتصار المميز وهذا الحضور الكبير.